نور نور لك يا الله نور ما تعملي هيك طلعي فيني نور نور يعني هيك بدك تضلي ملتقمة بوشي لك نور أنا بعرف حالي إني غلطت لأني خبيت عليكي طب هيا اعتذرت لك شو كمان نور الله يخليكي سامحيني طلبتي مني اني اترك الشغل عند سامو بطيخة وتركت الشغل ايمتى تركتيها اليوم وبحياتي ما عاد لا روح لعنده ولا عاد احكي معه نور بدك الصراحة انا بالاول ما كنت حابة اترك مشان المصاري بس والله العظيم اني هلأ انا مرتاحة اكتر صدقيني اصلا هي البنت سمعتها مو منيحة كتير وصيرتها على كل لسان مثل ميديا يعني عم بيدق لها مينو ها؟ أبوها أكيد وائل مينو هاد يعني؟ لك شو بيعرفني نور؟ بدي إلا 10 واحد باليوم كلهم بتقولهم لولو لك حتى صطوف بتقوله لولو ليش بقى؟ شو بعرفني؟ يمكن حتى ما تخربط بالأسماء مو بتعرف لها شي 20 30 40 واحد بلكي زلقت لها بشي اسم لا ما أحقرها بس بتعرفي؟ غلطانة ما لازم كنت تتركي الشغل هلأ ما عاد نعرف أخبار وائل صرنا مثل أطرش بالزفة برافو عليكي سميحة كلام سميحة صح لبنى انت لازم ترجعي تشتغلي عندها يمو على هالحكي ليكي اذا وائل انا مو هون الو ايوه اي بيت ميديا اي موجودة لحظة اذا سمحت نور الله يخليكي خلص بقى افرديها ميديا ميديا احكي على التليفون مين ما بعرف الو اهلين استاذ عبد الله لا لا مالي نايمه فايقه موبايلي مطفي يمكن ما في شحن استاذ عبد الله شو صار معنا مشان المسلسل شو هالحكي ايه بس انت كنت عارفان بمرضي من اول مرة حكيت معي كيف يعني اختلف التشخيص يعني اذا معي ورم بيمشي الحال واذا ايدز ما عاد بدكن ياني بس هذا كله اشاعة اشاعة باشاعة صدقني مو صحيح هالحكي طب يا استاذ انت وضح له للمخرج قل له انه هاي اشاعة مغرضة وانا مستعدة اعمل تحليل ايدز واطلع انه سليمة 100%